تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء صبحكم الله بالخير، حياكم الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي. خلال البرنامج مثل ما عودناكم بنتطرق لمواضيع صحية وطبية تهمكم وتفيدكم، ويصير استقبال استفساراتكم مداخلاتكم وكذلك اقتراحاتكم على أرقام التواصل ويانا في البرنامج. قبل ما أذكركم بأرقام التواصل ويانا، أرحب في فريق العمل وياي اليوم في الإعداد يوسف سعد، في التنسيق مير المري، وفي الإخراج أيمن سرحيل. صبحكم الله بالخير جميعا، حياكم الله ويانا. مستمعينا أذكركم برقم التواصل 600-55-1414 والرسائل النصية على 4006. مثل ما عودناكم برامجنا بتتنوع الطبية والصحية وكذلك التوعوية. بداية قبل ما نتطرق لموضوعنا التوعوي، بنتكلم عن موضوع جدا مهم. حمدان بن محمد، رؤية محمد بن راشد في تحويل التحديات لفرص وراء امتلاك دبي بنية مؤهلة للتعامل مع الطوارئ. برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وبمشاركة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث، عقد المجلس التنفيذي لإمارة دبي أمس اجتماعه عن بعد بمشاركة أعضاء المجلس التنفيذي لمناقشة مستجدات الوضع الراهن واستعدادات وجهوزية الإمارة للتعامل مع كافة السيناريوهات. وأكد سمو ولي عهد دبي أن المرحلة اللي يمر بها العالم اليوم تتطلب تكاتف الجميع والعمل بروح الفريق الواحد وتغييرا في أسلوب حياتنا لفترة محدودة، مع ضرورة توعية المجتمع باتباع أنماط حياتية صحية للتعامل بفطنة مع الوضع الراهن. كما أكد سموه أن ما سينتج من هذه التجربة من دروس وعبر يستفيد منها الجميع، ويتم تضمينها في خططنا لنقوي مناعتنا ونرفع من جهوزيتنا، وأن امتلاك دبي لبنية متطورة ومؤهلة للتعامل مع حالات الطوارئ وهو نتاج لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله خلال السنوات الماضية في تحويل التحديات إلى فرص للتطوير والتقدم، إلى جانب العمل المشترك والتنسيق المستمر بين الجهات الحكومية لضمان انسيابية العمل ومواصلة تقديم خدمات عالية الجودة للمتعاملين وتعزيز رفاه المجتمع في مختلف الظروف. يعني حتى في الظروف الراهنة يعني الحمد لله ما في انقطاع تام للعمل، بالعكس ابتدى عنا سواء التعليم عن بعد، العمل عن بعد، وكذلك التطبيب عن بعد. يعني الواحد ياخذ خدمته وهو حتى قاعد في بيته توصله لين عنده الحمد لله، بس يحتاج الواحد يعني ياخذ بالنسبة لي مرض كورونا أهم شيء فيه نفس ما نذكر كل مرة، الوقاية خير من العلاج. يعني نركز، يمكن الناس وايد لين الحين تشكك أنه بس غسيل اليدين، بس يعني على دم الاحتكاك بزحمة أو الأشخاص المصابة أو السفر المناطق الموبوءة، صح هذه أن الأشخاص يعني نحتاج نغسل إيدنا، نعقم الأشياء اللي نستخدمها. كذلك إذا ما مضطر أو ما أحتاج أسير مكان مزدحم، ما يحتاج أسير له، سبحان الله يمكن واحد يكون مصاب بالمرض. كذلك التطبيب، استوى عندي التطبيب كذلك عن بعد، يعني طبيب، خدمة طبيب لكل مواطن يقدر في هذه الفترة سواء المواطن أو غير المواطن المقيم يتواصلوا وياهم ويعطونا النصايح الكاملة بخصوص هذا الموضوع.
مستمعينا، مثل ما تعودنا في أول فقراتنا تكون فقرة السوشيال ميديا، وموانا زميلتنا أسماء الجناحي. صبحت الله بالخير أسماء. صبحكم الله بالنور والسرور دكتورة عليك وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. حياك الله ويانا في صحة وسعادة. دام ما شاء الله الموضوع الراهن هو توب ترند على مستوى العالم وليس فقط في دولة الإمارات. الأوسمة كورونا الجديد يتصدر أيضا الترند عالميا. صحيح. وكوفيد 2019 هو يتغير مرة 19 مرة 2019 بس هو شيء يصير فوق ينزل. المهم 19 عشان 2019 هذا أهم شيء. إنزين دكتور، نحن بس نحب نذكر الجمهور بأخذ المعلومات من المصادر الرسمية، لأن الفترة الأيام اللي طافت شفنا وايد رسائل عبر الواتساب تنتشر غير صحيحة. فنأكد للجميع أن إذا عندكم أي معلومات إذا ما حصلتوها في الحسابات الرسمية هذا دليل أنها هي غير صحيحة. صحيح. فأخذوا المعلومات من المصادر الرسمية. بأسمك كذلك الشخص اللي طرشه غير معروف أو اللي يرسلها غير معروف، يعني ما تعرفين من الشخص وين موجودين وقاعد في البيت يمكن ملان ما تعرفين. فنحن هالأشياء نحن دائما نأكد أن الموضوع هذا مو بمزحة، أن نتمنى من الجميع أن أيضا يتبعون الإرشادات اللي تحطها القطاعات الصحية. كذلك نأخذ حتى بعض الأشياء اللي صار في قنوات التواصل الاجتماعي. الأمس كان عندنا نقل مباشر عن أمراض الكلى وطريقة الحماية وغيرها، وأيضا اليوم راح ننشر بعض كنا حاطين وسم Ask the XP Doctors، وراح نحط الأجوبة على الأسئلة اللي سألونا إياها الجمهور سواء على قنواتنا أو قنوات المكتب الإعلامي أو جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية. صحيح. فهالأشياء كذا راح نجاوب الأجوبة، راح ننشرها إن شاء الله، بنبدأ ننشرها من اليوم. ممتاز. أيضا كان في خبر في إطار تدابير الاحترازية الرامية للتحقيق أعلى مستوى الصحة والسلامة للمجتمع، وجهت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي جميع بتجنب إقامة حفلات والأعراس في المنازل. يعني أتمنى أيضا من الجميع أن أخذ يعني النصائح اللي تحضر القطاعات الصحية بجدية، لأن يعني إذا وقفوا الأعراس في الفنادق مو بعشان تسونها في البيت. صحيح. فنتمنى من الجميع أن يعني كنا ملتزمون، والحين سعيدين إن كان في وسم تصدر ترند في دولة الإمارات ملتزمون يا وطن، ونحن جميعا ملتزمين في كل النصائح اللي تعطينا إياها القطاعات الصحية وأيضا الجهات الرسمية. نختمها بالرسالة الصباحية اللي عودناكم عليها يوميا. هذا اللي متعودين عليها ودائما ما شاء الله تكون إيجابية صراحة. نبدأ اليوم بشيء إيجابي. يقولك لا تجعل أبسط الأمور ثقف بينك وبين زملائك، ولا تجعل الأشياء الصغيرة تفسد يومك وعلاقاتك بالآخرين. أحيانا يمكن كلمة صغيرة نقولها ونتصرفها تخرب علاقات وايد كبيرة. يعني أنت ياسين ما شاء الله يعني نقعد في الدوامات أكثر ما نقعد في البيت. صحيح. فبعض الأشياء البسيطة المفروض نحن نغض الطرف عنها. كذلك أسمع هذه الكلمة يعني جميلة. كذلك أنا في مرات حد يقول لك كلمة يعني تأثر عليك في يومك كامل، يعني صحيح. أو يعني تأثر فيك، يعني حتى لو كانت كلمة بسيطة، بس ليش نخلي كلام الشخص أو كلام شيء يعني كلمة بسيطة تأثر عليه وتخرب يومي بكبرة؟ صحيح. هنا ما نعرف الطرف الثاني كيف عايش وكيف حاسس النفسي. صحيح. يعني كلنا نحن نبدأ يومنا بابتسامة ونحاول نكون كلنا على قلب واحد. ودمتي بصحة وسعادة. ودمتي بصحة وسعادة أسماء الجناحي، شكرا لك. مستمعينا كانت هذه فقرتنا، فقرة السوشيال ميديا. أرد نكرر بخصوص المعلومات نختارها من مصادر موثوقة، والحمد لله المصادر الموثوقة عندنا يعني المعلومات تطلعها بشكل يومي، يعني وأكثر عن معلومة كذلك في اليوم، سواء المعلومات اللي تخص بمرض كورونا المستجد أو المعلومات كذلك الطبية أو الصحية اللي موجودة، سواء من ناحية الوقاية، من ناحية يعني نمط الحياة، أشياء كثيرة، الإحصائيات، كل شيء تكون موجودة. فإذا أنا متوفر لي هذا المصدر وهو الصحيح والموثوق، فليش ألجأ لمصادر ثانية أنا ما بعرف أساسها؟ وكذلك المشكلة مصادر تكون يعني حتى لها جدت شوية تخوف أكثر من أنها تشجع الأشخاص. فانتقاء الأشياء جدا مهم. نحن نركز على الأشياء اللي ناكلها، نركز على الأشياء اللي نلبسها، نركز على الأشياء حتى اللي ناخذها ونتعالج فيها.
بس أهم شيء الأفكار كذلك نختارها من مصادر موثوقة أساس ما تأثر فينا كذلك. مستمعينا طالعين فاصل وراجعي لكم، خليكم ويانا. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء حياكم الله ويانا في برنامج صحة وسعادة، رجعنا لكم بعد الفاصل. أذكر برقم التواصل 6005514114 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. في فقرتنا الحين بنتكلم عن موضوع جدا مهم ومنتشر كذلك، وخاصة عند كبار السن أو فئة معينة من الناس اللي تستخدم أدوية معينة. بنتكلم عن هشاشة العظام مع اختصاصية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة رناد إبراهيم. صباح الله بالخير أستاذة رناد. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. حياك الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. أهلا فيكم يا رب. أستاذة رناد، اليوم موضوعنا طبعا عن هشاشة العظام. أيوة، اليوم حنتكلم عن هشاشة العظام. هشاشة العظام هو مرض بصيب العظام وله عدة أسباب. هو عبارة، هشاشة العظام هو انخفاض في كمية وكثافة العظام بحيث يصبح ضعيف وقابل للكسر، وقد يحدث في الفقرات أو في عظم الفخذ أو الساعد، وهو بالعادة يصيب النساء أكثر من الرجال خاصة عند سن اليأس نتيجة لنقص هرمون الاستروجين، إضافة لأن الكتلة العضلية للنساء أضعف من الرجال. من ضمن الأسباب التي قد تؤدي لهشاشة العظام في منها أسباب وراثية، التقدم في السن، عدم انتظام الدورة الشهرية أو انقطاعها في سن مبكر، تعدد الحمل خصوصا اللي بيكون حمل متتالي، ممكن زيادة إفراز الغدة الدرقية، وأيضا أكيد هناك عامل التغذية. عامل التغذية، عدم اتزان النظام الغذائي خاصة إذا كان هناك نقص في كمية الكالسيوم وفيتامين دي المتناول في مرحلة الطفولة والمراهقة، وأيضا عدم ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، قلة التعرض للشمس، الإفراط في تناول المنبهات والمشروبات المحتوية على الكافيين كونها تعيق امتصاص الكالسيوم من العظام، وبعض الأدوية. تلعب التغذية دور مهم وفعال في تقوية وتحسين العظام والحفاظ عليها، ومن أهم الفيتامينات والعناصر المعدنية ضرورية لتقوية العظام منها الكالسيوم، من أهم المعادن المكونة للكثافة العظمية. ما هي مصادر الكالسيوم؟ الكالسيوم أكثر شيء متواجد في منتجات الحليب ومشتقات الحليب والألبان، ومن ضمنها الأجبان خاصة جبنة الشيدر، أيضا متواجد في بعض الخضروات مثل السبانخ، القرنبيط، البقدونس والبقوليات بكل أنواعها، وسمك السردين ومحار البحر. وهناك بعض الفيتامينات الأخرى التي تساعد على تقوية العظام، من ضمنها الفوسفور بيساهم مع الكالسيوم في تكوين العظام. من ضمن مصادره الأسماك والمأكولات البحرية، البقوليات مثل الحمص والفول، المكسرات والحليب ومشتقات الألبان، وأيضا البوتاسيوم، حيث البوتاسيوم يساعد في تقوية العظام ويزيد من كثافتها. من مصادره بعض الفواكه والخضار مثل الموز والبرتقال والبطاطا والفواكه المجففة والتمر، وأيضا المنغنيس اللي هو ضروري للنمو السليم للهيكل العظمي ويساعد على الكثافة المعدنية للعظام. من مصادره البقوليات، الخضار الورقية الخضراء، التوت والأناناس والشوفان. وأيضا هنالك الزنك الذي يحافظ على صحة العظام. من ضمن مصادر الأطعمة البحرية اللحوم الحمراء والفول والعدس، وأيضا هناك فيتامين دي الذي يلعب في تحسين صحة العظام وتوازن الكالسيوم والفوسفور في الجسم وترسيب المعادن في العظام. فيتامين دي معروف أنه مصدر الأساسي بيكون أشعة الشمس، صحيح، متواجد بمصادر قليلة من الأطعمة مثل زيوت كبد السمك وفطار البيض، لذلك أغلب الأشخاص يفضل أنهم يأخذون مثلا سبليمنت أو شيء إذا كان عندهم نقص في فيتامين دي. فيتامين A الضروري أيضا لصحة العظام، من مصادر الكبدة واللحوم، الحليب والجزر والمشمش. وأيضا من ضمن الفيتامينات اللي بتساعد على صحة العظام، من ضمنها فيتامين C الموجود في الحمضيات والليمون والبرتقال، وفيتامين K الضروري لبناء عظام قوية مثل السبانخ والملفوف والبروكلي والخس. ممتاز.
أستاذ رنات، كلمة أخيرة توجهينها للمستمعين، خاصة أن يعني في هشاشة العظام مثل ما نقول الوقاية كذلك خير من العلاج، وأنت ذكرتي مصادر كثيرة تقينا يعني ومتوفرة الحمد لله في كل بيت، الحمد ويعني لله. الحمد لله. فنصيحة توجهينها للمستمعين خلال البرنامج بخصوص هذا الموضوع. طبعا أهم نصيحة عشان نتفادى هشاشة العظام أو أي نقص من الفيتامينات والمعادن، لازم يكون في عندنا نظام غذائي متوازن نعم اللي هو بيحتوي على كافة المجموعات الغذائية من البروتينات والكربوهيدرات وأيضا مشتقات الحليب والخضروات والفواكه، نعم وممارسة الرياضة بشكل دائم وباستمرارية، وشرب المي بكميات كافية، كلياتها بتعطينا دائما جسم سليم، وبالتالي ما بتؤدي لأي نقص في الجسم إن شاء الله. إن شاء الله. أستاذة رناد إبراهيم، اختصاصية التغذية في هيئة الصحة بدبي، شكرا لك. العفو. مستمعينا، كانت هذه فقرتنا التوعوية وتكلمنا عن هشاشة العظام. ننتقل لفقرتنا الثانية، وبنتكلم مرة ثانية عن هذا الموضوع، وذلك نظرا لأهميته والدور البارز اللي قاعد يلعبه في مجتمعنا. بنتكلم عن صندوق الصحة وخدمات المرضى المعسرين. لصندوق الصحة التابع لهيئة الصحة بدبي العديد من المهام والأدوار المحورية، إلى جانب رسالة إنسانية اللي تهدف إلى تخفيف وطأة المرض والأعباء الاقتصادية، خاصة على المرضى ذوي الدخل المحدود والواقع كذلك على عاتق المريض وذويه. وضمن ذلك تسعى الهيئة من وقت إلى آخر من لاستحداث باقات متنوعة لدعم المرضى المعسرين والوقوف إلى جانبهم، وخاصة المصابين بالأمراض المزمنة والخطرة المهددة للحياة والمرتبط علاجها بتكلفة مادية عالية. وللحديث عن هذا الموضوع يسعدنا يكون ويانا يعني اليوم عبر الهاتف الأستاذ سالم بلاحج، مدير صندوق الصحة في هيئة الصحة بدبي. صبحك الله بالخير أستاذ سالم. خير النور دكتورة، صباح حي خير. صباح النور، حياك الله ويانا. الله يسلمك، كيف حالك؟ الله يسلمك. طبعا أستاذ سالم، يعني بالنسبة لصندوق الصحة وكذلك خدمات المرضى المعسرين، حابين ناخذ فكرة عن هذا الصندوق وكذلك ما هي أهدافه. جزاك الله خير، مشكور أول على الاستضافة، يعني تكرار الاستضافة لعائل الأسبوع الماضي واليوم. حياكم الله صراحة. نحن اليوم، أنا البارح سبحان الله كنت أسمع تصريحات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، فشدني يعني الكلمة اللي قالها: لا تشلون هم دامكم في الإمارات. صحيح. ونحن طبعا يعني خلف قادتنا في مثل هذه الأزمات أو في مثل الحياة العامة، اللي هي نحن نكون يعني مسؤولين عن نحن ان نامن يعني السعاده والها يعني للمجتمع يعني بشكل عام. صحيح. طبعا احنا حبيت انا اتكلم عن اهداف المكتب. طبعا احنا يعني مكتبنا يعني يمكن يتكامل مع يعني توجهات الحكومه في ان احنا المساهمه في تحقيق التكامل الاجتماعي وسعاده المجتمع، رفع المعاناه عن المرضى واسعادهم، تنفيذ البرامج الداعمة للمشاريع العلاجية والإشراف عليها، متابعة وتعزيز الشراكة مع الدوائر الحكومية والخاصة، وطبعا الفعاليات اللي يعني تهدف إلى مثل هذه البرامج. يعني أستاذ سالم، أكيد لكم شركاء كذلك في هذا العمل الإنساني الكبير، فحابين نتعرف أكثر على شركائكم في هذا الشيء. شركائنا الخارجيين يعني اللي هم في دولة الإمارات أو بشكل عام، يعني إحنا طبعا برامجنا مختلفة يعني، فتشمل البرامج الإنسانية والبرامج المجتمعية. فعندنا إحنا برامجنا الإنسانية أو دعم المرضى اللي هي الأساس، يساهم فيها المؤسسات الحكومية، نعم، دائرة الشؤون الإسلامية، الأوقاف وشؤون القصر، بعض يعني المؤسسات الحكومية اللي هي شبه حكومية، عندنا الجمعيات الخيرية جميعها كان في دولة الإمارات في دبي أو خارج دبي، يعني كلها طبعا تصب في دعم المساعدة ومساعدة المرضى. يعني فعندنا شركاء أساسيين ولهم معانا مذكرات أفهام، وفي شركاء يعني استراتيجيين ينفذون معانا البرامج. يعني
ممتاز. طبعا أستاذ سالم، يعني هالدور والجهود الكبيرة اللي تبذلونها، أكيد في كذلك قطاعات وإدارات متخصصة داخل الهيئة لها دور، سواء في المستشفيات أو في العيادات، فحابين نتحدث عن دور هذه التخصصات والقطاعات الموجودة في الهيئة كذلك. طبعا هو طبعا دكتورة، نحن يوم نتكلم عن صندوق الصحة يعني نتكلم عن عمل إنساني، يعني بحث يعني يخص صندوق الصحة أو يخص هيئة الصحة. صحيح. فطبعا نبني برامجنا في هيئة الصحة، نبنيها مع شركاء داخليين وشركاء خارجيين على أساس أنه يكون في تكامل في تنفيذ البرامج هذه. يعني فعندنا برامج تخص المرضى ويساهم فيها المؤسسات، شكل ما قلنا الجمعيات والمؤسسات، وعندنا برامج تخص يعني يساهم فيها المكاتب الحكومية يعني أو الإدارات داخل الهيئة، مثل طبعا ما ننسى دور التسويق والإعلام عندنا في الهيئة، إدارة التسويق، الشؤون الإدارية، عندنا الإدارات المستشفيات، وعندنا الإدارة المالية، فكلهم تقريبا يصبون في الإدارة الصيدلة، كلهم يصبون في يعني في تكملة برامجنا يعني للمجتمع. يعني صحيح، الجميع كذلك، إدارات كثيرة وقطاعات تلعب دور كذلك في هذا العمل. أستاذ سالم، طبعا الحين إذا شخص احتاج لهذه المساعدة أو المساندة من صندوق الصحة، كيف يقدر يقدم أوراق أو تيكم التحويل عن طريق المستشفى؟ يعني فكيف آلية العمل في صندوق الصحة؟ قبل هاي أنا حبيت بس أقول لك، إحنا شو حجم التعامل اللي نتعامل فيها واللي نشتغل فيها. ممتاز. إحنا عندنا برامجنا يعني تحت مظلة أساسية اللي هي مساعدة، عندنا البرامج اللي هي المبادرات الأساسية اللي في صندوق هيئة الصحة، في صندوق الصحة، يعني منها برامج العامة بشكل عام، من نقول إحنا من التقرير الطبي لغاية أكبر عملية، إلى جانب طبعا المبادرات اللي نفذها الصندوق بالتعاون ويا مستشفيات الهيئة، والمبادرات الميدانية اللي نشوفها لها دور في المجتمع، يعني مثل القلب، مثل الكلى، مثل بعض البرامج أو المشاريع مثل العيادة التطوعية، هذه نفذناها من يعني من الواقع المجتمعي، يعني من شكل ما نقول حاجة المجتمع أو حاجة الميدان هاي الخدمة. هي فعندنا مثلا إذا بقول أن العيادة التطوعية، نفذنا إحنا العيادة التطوعية ويا مستشفى لطيفة لأمراض النساء، بديناها بالفحوصات وبعض التحاليل، إلى وصلنا إلى العمليات اللي إزالة ورم، إزالة التصاق، يعني كل التخصصات اللي هي تخص أمراض النساء العيادة التطوعية تشملها. طبعا حققنا فيها تطوع عدد كبير من المرضى، من الأطباء، إلى جانب التمريض، إلى جانب الإداريين والفنيين، يعني نحسبها إذا كل متطوع استمر طول السنة يحقق تقريبا في عدد 195 ساعة تطوعية يعني في السنة. يعني طبعا وعلاجها علاج الأمراض المختلفة لأمراض النساء، ويعني والحمد لله أن الصندوق يتكفل بتغطية المبالغ هذه. ممتاز. الجميل كذلك استاذ سالم، ذكرت انت يعني بس العياده، مو بس فقط العياده ومتابعه المرضى في العياده، كذلك في حالات تحتاج عمليات وتحتاج متابعه كذلك. صح. طبعا شكل ما قلنا احنا البرنامج الصندوق يعني اساسا قام على انه يقدم الخدمه ويتابعها، يعني ان كانت برامج شكل ما قلنا برامج علاجية يعني تنتهي في وقتها، أو برامج مستمرة مثل ينقذ قلبا، نحن نعطيه باقة كاملة يعني من القسطرة لين تأهيل القلب لغاية الأدوية، لغاية مثلا زيارة الدكتور مرة، أشعة مرة واحدة، يعني نعطيه باقة متكاملة عشان المريض هذا يرجع مرة ثانية، شكل ما نقول بعد ما كان يعاني من مرض يكون يرجع يعني منتج في الدولة ويحقق الانتماء والامتنان للدولة يعني. وياخذ العلاج يعني متكامل، ما ياخذ جزء من العلاج كذلك. فكنا نحرص أن يوم نسوي برامج متكاملة، يعني ما نكون نقول لك أنا بعطيك بس العملية وانت دبر نفسك او راجع جمعيات، لا، نحاول أن نعطي يعني برنامج متكامل لمثل هذه الأشياء يعني. ممتاز. استاذ سالم، بما ان دخلنا نحن في موضوع البرامج، ذكرت لنا برامج خدمات عياده النساء، البرنامج الثاني كذلك اللي تديرونه او كذلك اللي ترعونه، البرامج الثانيه. اي يعني قلنا القلب. نعم. واحد من البرامج الاساسيه اللي بديناها وحقق نتائج يعني ما
يعني شكل ما تقول اسعاد المتعاملين في هيئه الصحه عندنا الكلى، وهو برنامج نوعي. يعني احنا اختارينا اللي هو تركيب القسطره الوريديه الدائمه لمرضى الكلى. نعم. وهذه طبعا احنا بناها من خلال طبعا قياسنا في الميدان، يعني من خلال اطباء هم اقترحوا علينا وقيمنا الفكره وبدينا نحط لها يعني شروط وباقه كامله. يعني فشفنا ان المريض الكلى يعني اذا تخليه عادي يعني يجيك يراجعك ويعطيه الغسيل العادي يمكن ياخذ لك وقت في المستشفى، ياخذ لك يعني يتعب المريض او شيء. بس سوينا له باقه كامله من القسطره الدائمه الى تحاليل المريض، يعني على اساس انه يكون جاهز، لان الغسيل بعد القسطره الدائمه هذه متابعه الدكتوره له في الفتره هذه، ويكون المريض جاهز انه يغسل داخل الهيئه او خارج الهيئه. فوفرنا على المريض معاناه الغسيل يعني اللي هو كان في الفتره السابقه. ممتاز استاذ سالم، بنطلع فاصل ان شاء الله وبنرجع نكمل حديثنا وياك بخصوص صندوق الصحه ان شاء الله. مستمعينا طالعين فاصل، خلكم ويانا وراجعين بنتكلم اكثر واكثر عن صندوق الصحه. صحه وسعاده. مستمعينا الاعزاء، رجعنا لكم مره ثانيه في برنامج صحه وسعاده. اذكركم برقم التواصل 6005514114 والرسائل النصيه على 4006. حياكم الله. نرجع لموضوعنا اللي طرقنا له قبل الفاصل، هو صندوق الصحه وخدمات المرضى المعسرين. ويانا عبر الهاتف الاستاذ سالم باللاحج، مدير صندوق الصحه بهيئه الصحه بدبي. نرحب فيك مره ثانيه استاذ سالم. يا مرحبا دكتوره. نرجع لموضوع صندوق الصحة، وطبعا ذكرت لنا المبادرات اللي تقدمونها سواء مبادرات عيادة العيادة الأمراض النسائية، وكذلك مبادرة قسطرة القلب ومبادرة غسيل الكلى. عندنا دكتورة بعد نحن مبادرة العيون طبعا ويا مؤسسة دبي مؤسسة نور دبي للعيون. ممتاز. نفذنا وياهم برامج داخلية للمؤسسة من خلال مستشفى دبي طبعا. نعم. اللي هي جميع عمليات العيون بالتنسيق ويا مؤسسة نور دبي، انه يقطون الحالات اللي هي تتحول عن طريق مستشفى دبي لعمليات العيون، وحطينا لها باقة كاملة بعد من الفحوصات للعملية للأدوية إذا كان في حقن للحقن للسكر العين ولا هذه كلها، فحطيناها في باقة متكاملة وبالتنسيق مع مؤسسة نور دبي. دائما الحالات تحول لمستشفى دبي وتجرى لها العملية أو أي تكلفة علاجية ثانية يعني بالنسبة للعيون يعني. ممتاز. يعني كذلك حتى في أمراض العيون يعني تنوعت كذلك حتى التخصصات اللي تغطونها من ناحية صندوق الصحة. ومن البرامج بعد اللي لها خصوصية اللي هي الأمراض النفسية. نعم. عارفين دكتورة العلاجات النفسية أو الأدوية النفسية غالية. صحيح. فبالتعاون ويا الأخصائية الكلينيكية في المستشفى يتم تحويل الحالات ويخصص لهم يعني شنو الخدمة اللي نقدمها لها، إن كان أدوية إن كان إقامة في المستشفى. ويتم علاجهم الحمد لله يعني من خلال متابعتهم في العيادة ومن خلال الأخصائية الاجتماعية دائما يعني. ممتاز. فهي أمراض يعني لها حساسية وخصوصية خاصة. صحيح. يعني أمراض نفسية لها يعني هذا، فالحمد لله قدرنا نحن يعني شكل ما نقول ننفذ أكثر من برنامج في الميدان اللي هم نعرف أنها لها احتياج يعني ميداني كامل يعني. ممتاز. وكذلك يعني نقص هذا الدواء أو حتى تقليل الجرعة تأثر يعني سلبيا سواء على المريض أو على عائلته وحتى على المجتمع. تأخير في الدواء أو شيء هذا يعني تأثر يعني. صحيح. رغم أن أقول البرامج اللي عندنا دكتورة بعد. نعم. برامج دعم الأدوية أو البرامج اللي نفذناها اللي هي الأدوية يعني مع الشركاء يعني شريك ثالث يدير لنا مثل هاي البرامج يعني، وهي تكون منفذة مع شركات الأدوية. ممتاز. عندنا أكثر من تقريبا 40 دواء يمكن تحت 12 مبادرة، وهي البرامج تغطي مثلا من أمراض السرطانات إلى ممكن عندنا التصلب اللويحي، عندنا الروماتيزم أو الروماتويد، عندنا البرامج
الأزمة مثل الأدوية الحديثة طبعا واللي هي الغالية والمكلفة، يعني تقدر مكلفة وتكون مزمنة بالنسبة للمرضى هذه. لا عندنا الصدفية، فبرامج يعني نفذناها يعني حسب حاجة وبالتعاون مع يعني شركات الأدوية اللي هي تضمن أنها توفرنا الأدوية هذه تحت هاي المظلة، وتوفرنا أن البرامج هذه مدعومة من خلال الشركات هذه بستين أو سبعين أو 80% من تكلفة البرامج يعني. ممتاز، وتساعد كذلك يعني مرضى كثار خاصة اللي يستخدمون هذه الأدوية ويحتاجونها لفترات طويلة. إحنا يعني تحت المظلة يمكن كانوا 222 العام الماضي، ما شاء الله. كان تكلفة علاجهم في حدود 37 مليون دكتورة. طبعا المبلغ الأكبر كان نحن نسميه المشاركة في التكلفة. نعم. فكان البرنامج يدعم 70 أو 80% من تكلفة البرنامج عن طريق الجمعيات الخيرية أو المريض نفسه بعد تقييمه يعني أنه هو يقدر يدفع شيء أو يغطي جرعة أو جرعتين، فكنا نسوي له برنامج متكامل لمدة سنة كاملة، ما بأن نعطيك جرعة وصرف نفسك، لا جرعة متكاملة لغاية آخر السنة يعني، ونقيم على نهاية السنة بالبرامج هذه. ممتاز، وهذا كذلك يعني يعطي المريض سعادة وأمن، يعني يحس براحة أن لين نهاية السنة وبيشوف الوضع. ونضمن استدامة مثل هاي البرامج دكتورة. صحيح. سويت شراكات في التخصص، يعني ما بأنك سويت شراكات يعني مع جمعية خيرية بساعدك وبتوقف، لا وحطينا بعد آلية مثل هاي البرامج أن تحقق المنفعة الطبية للمريض، أنها تكون يعني توافق أنظمة وقوانين الدولة. ممتاز. ونضمن استدامة الموارد أن الأدوية هاي تكون موجودة خلال فترة يعني البرنامج مدى وافقت الشركة عليه، أن توفرنا خلال ستة يعني لستة أشهر أو لمدة سنة كاملة مثل هاي البرامج طبعا. ممتاز. فنجحنا الحمد لله في مثل هاي البرامج أنها عطت يعني رفعت رضا أو سعادة المتعاملين مع هيئة الصحة. صحيح. علاجيا يعني. صحيح. يانا سؤال عبر رسالة نصية أستاذ سالم، المرسل راجع المستشفى كثير عشان مساعدته بخصوص العملية، وطبعا كيف يعني بالنسبة لي كيف التحويل لك، يعني من ناحية التحويل القصدي لصندوق الصحة. صح. طبعا احنا في الميدان عندنا الاخصائيات الاجتماعيات، المريض احنا نسوي له رحله كامله يعني من الطبيب اللي هو يقرر ان المريض يحتاج الى علاج او هذا، والعلاج ممكن يكون مكلف بالنسبه له. ثاني شيء الاخصائيه الاجتماعيه في اي مستشفى تقيم المريض وتطلب بعض المستندات، اذا كانت المستندات كلها كامله في نفس اليوم يعني والمريض يحتاج، نحن نستغرق يعني أن يعني نأخذ القرار في وقته يعني الحمد لله بالنسبة لتقديم الخدمة كانت في وقته، مثل اليوم نفذنا القلب أن نحن حطينا له 24 ساعة قرار اتخاذ القرار في عملية يعني في إجراء العملية يعني وقت قياسي كذلك، لأنك أنت إذا تأخرت في البرامج هذه يعني كانت برامج سرطان ولا هذا كل دقيقة محسوبة عليك يعني أو محسوبة على المريض يعني. صحيح. فالحمد لله نحن نقدر ناخذ القرار فيها. طبعا صلاحيات السلطات العليا اللي اعطتنا اياها في تنفيذ هالبرامج اعطتنا الحريه في ان نقدر ننفذ البرامج هذه يعني باريحيه في الميدان يعني. وتكون المستشفى اللي يجيب من التحويل وكذلك بالنسبه للاخصائي الاجتماعي، المستشفى يكون يعني تابع لهيئه الصحه في دبي ولا يقدر يجيب حتى من مستشفيات خارج الهيئه؟ نحن نختص في هيئة الصحة يعني. نعم. مستشفيات هيئة الصحة الحمد لله الحكومة والدولة فيها يمكن في دبي أو مستشفيات هيئة الصحة فيها كل التخصصات. صحيح. والحمد لله كل الأمراض الأدوية اللي موجودة يعني متوفرة بشكل عام، يعني إن كانت حتى الأمراض الأدوية الحديثة متوفرة، يعني إن كانت أمراض سرطان إن كان هذا، ونحن نحاول أن حتى في البرامج الدوائية نجيب أحدث البرامج ونحاول ننفذ فيها مع الشركات يعني مثل نفس المواصفات يعني. نعم. ممتاز. طبعا في مبادرات كذلك يعني في 2019 احنا ذكرنا المبادرات اللي طرقت لها استاذ سالم، حابين نتعرف اكثر على مبادراتكم وخططكم ل 2020 كذلك.
أنا بس بكمل على أساس ما أنسى دور موظفين هيئة الصحة في العمل الإنساني أو العمل الخيري. نحن نحرص دائما أن يكون موظفي الهيئة جزء من برامج اللي نحن ننفذها اللي هي البرامج الموسمية أو البرامج اللي يطلبها المجتمع. ففي عام زايد نحن نفذنا طوي زايد. طوي زايد كان حفر آبار من خلال تبرعات موظفي الهيئة. ممتاز. وقدرنا ننفذ أكثر من 100 طوي في بعض الدول المحتاجة لمثل هذه الآبار يعني. ممتاز. المشاريع المسوية مثل الإفطار صايم، النير الرمضاني، طبعا من تبرعات الموظفين الهيئة يكون في حملة منسقة وياهم، ومع الجمعيات الخيرية نقدر يعني ندمج الموظفين معانا في مثل هذه المبادرات. أنا موظفي أبغي موظفي أنسى برنامج وايد مهم بالنسبة لنا وبالنسبة للموظفين هيئة الصحة، واللي هو صندوق لدعم موظفي الهيئة اللي هو برنامج يمناك. ممتاز. برنامج يمناك طبعا يدار عن طريق لجنة من يعني، وهو نبع من خلال صندوق الصحة وتبنته الموارد البشرية. نعم. لأنه يخص الموظفين طبعا. احنا دائما نحب ان نسوي نماذج ومنو يتبناها يعني يكون الأجر مستمر يعني. فالبرنامج هذا يمناك يعتبر مختص لمرضى لموظفي هيئة الصحة. فمثلا أنا يختص يقطع من راتبي شهرية مثلا 100 درهم أو 20 درهم. نعم. وأنا حاطنا في بالي أن هذا بيكون وقف أو صدقة بساعد فيها موظف ثاني محتاج. فالهدف منها كانت دعم مرضى الموظفي الهيئة يعني اللي هم يحتاجون دعم مثل رسوم دراسية، مثل بعض الأشياء اللي هي تختص بالموظف أو بأهله. فعشان تحقق التكافل المجتمعي يعني للموظفين الهيئة يعني. ممتاز. بالنسبة أستاذ سالم بخصوص 2020 مخططاتكم فيها؟ طبعا احنا غيرنا البرامج اللي نشتغل فيها مثل القلب، مثل العيون، مثل البرامج اللي هي الكلى. ففي مشاريع مقترحة مثل في حالات نحن نتمنى أن دعم المجتمع لها، مثل أن نطور مثل هاي البرامج على أساس أن احنا نوصل للهدف مالنا يعني. فعندنا مثلا احنا الحين شكل ما سمعتي أن هيئة الصحة بدأت في عمليات زراعة الكلى. صحيح. فطبعا المواطن الحمد لله حكومتنا وهذا يعني مكفول بكل الخدمات هذه، بس في يعني يعيشون بيننا ناس يحتاجون مثل هذه الخدمات، وتوفر على المريض وتوفر على الهيئة مثلا مثل غسيل الكلى يعني. فنحن جالسين ندرس مسألة أن كيف نقدر نأمن لمرضى الكلى اللي هي مشروع زراعة الكلى وفكرة زراعة الكلى. فعندنا مرضى اوريدي جاهزين لزراعة الكلى بس يحتاجون الدعم المادي لهم في يعني أن يدخل البرنامج هذا. وإن شاء الله نتمنى أن يعني هاي الفكرة يعني تنطلق السنة، يعني نكون نقدر ننفذها خلال السنة هذه يعني. إن شاء الله. إن شاء الله. غير القلب بعد نبغي نطورها، لأن احنا تعرفين أن شعار هيئة الصحة أن تكون دبي يعني خالية من السكتات القلبية والصديقة للمرض. صحيح. فنحن حطينا في بالنا بعد أن نحن نكون جزء من هذه المبادرة العامة، أن نحن بعد نطور فكرة القسطرة بأفكار جديدة طرحوها علينا الميدان، وإن شاء الله نقدر نطرحها يعني في نقول نحن الفترة الجاية إن شاء الله. إن شاء الله. أستاذ سالم قبل ما ننهي اللقاء وياك، حابين أنك تطرح علينا قصة أو بالنسبة لواحد من المرضى اللي تم رعايته عن طريق صندوق الصحة، وكيف أثر هالشيء كذلك على حياته بعد تلقيه العلاج؟ طبعا نحن تعرفين نحن العلاجات تختص بالمريض يعني. المريض أنت يومية تقول له أنا بساعدك يعني، بعد ما تقول احنا سكرت عند الأبواب كلها فتحصل أنا يعني عطيت الحياة من أول وجديد يعني. صحيح. فعندنا مثلا مرضى القلب يوم يدخل المستشفى ويقيم الدكتور أنك بتحتاج قسطرة، ويقول لي ترى تكلفة علاجك مثلا من 30 إلى 40 ألف. فمو يعني يأتي صدمة ثانية مثلا. أكيد. أنك أنا غير المرض بعد فيها في مسألة فيها فلوس يعني. فيعني من تعرفين العامل مثلا خاصة ضعيف إذا طاح في الشارع يمكن
يفكر ألف مرة يجي المستشفى لأنه يخاف أنه يتكلف عليه شيء يعني. صحيح. كمريض قلب مثلا ذكره كان يعني يشتغل يبيع سمك عند سوق السمك يعني من هذه الفقارة يعني اللي يحط سلة ويبيع يعني، فحس بالألم جاء عند الكافتيريا قالوا له والله أنت يعني بننقلك الإسعاف، رفض لين حسوا بأنه تعب منتهي شلوه ويبوا الإسعاف المستشفى دبي. طبعا سووا له الإسعاف الإجراءات السريعة، شافوا أنه يحتاج قسطرة. طبعا في خلال 24 ساعة هاي احنا خذينا قرار في انه يدخل البرنامج يعني. ف يعني بعد العملية طبعا الاخوان قالوا له ترى ما عليك شيء، العملية القسطرة الحمد لله انت يعني فت انك تطلع وفاتورتك اندفعت من ضمن البرنامج. طبعا احنا هني نرفع شكل ما نقول يعني طاقة الامتنان والسعادة للموضع يعني الصغير هذا اللي دخل وشايل هم الفيزات قبل صحته يعني. صحيح. فيرجع معافى ويرجع انه هو يعني يمارس حياته الطبيعية يعني. ومنتج وكذلك يعني مو فقط بتأثر عليه، تأثر كذلك على أهله. أستاذ سالم داهمنا الوقت ونشكر تواجدك ويانا في البرنامج وطرحك لهذا الموضوع المهم. الله خير دكتورة، مشكورة. يعطيك العافية. ومشكور أستاذ سالم بلاحج مدير صندوق الصحة بهيئة الصحة بدبي. مستمعينا كانت فقرتنا وتحدثنا فيها عن صندوق الصحة وخدمات المرضى المعسرين. في سؤال أجاوب عليه على السريع دكتورة، هناك في الأسواق فيتامين سي مضاف له كالسيوم، هل تنصحين فيه؟ بالنسبة للمكملات الغذائية سواء فيتامين سي أو كذلك الكالسيوم أو المضاف لها يعني فيتامينات أو معادن كذلك، بداية نحتاج نتأكد أن نقص في هذا الفيتامين ولا لا، وخاصة الكالسيوم. إذا الشخص ما عنده نقص يفضل يعتمد على التغذية السليمة، لكن إذا عنده نقص يفضل يأخذ مكملات غذائية معينة، فيفضل يعني يتجه لطبيب المختص لفحصه وكذلك وصف الدواء أو حتى المكمل الغذائي المناسب له. مستمعينا كانت هذه حلقتنا لليوم. أشكر فريق العمل وياي اليوم في الإعداد يوسف سعد، في التنسيق مير المري، في الإخراج أيمن سرحيل. يعطيكم العافية جميعا. محدثتكم الدكتورة عاش البسطي. إن شاء الله نلقاكم باكر على نفس التوقيت الساعة 10 الصبح، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.